السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو اللينكد ليست، وحسب منهج داتا ستراكشر هياكل البيانات. اللينكد ليست is a sequence of data structure which are connected together by links. معناه هو سلسلة من الداتا ستراكشر، صار عملية اتصال بين هذه اللينكات او بين هذه بين هذه العقد الموجوده بهذه الليسته عن طريق الروابط اللينكس. لينكد ليست از سيكونس اوف لينكس ويتش كونتين ايتم. طبعا كل اتش لينك يحتوي على كونكشن تو انذر لينكس، يعني كل لينك، كل عقده هنا لينك، نقدر نقول كل عقده عندها اتصال مع العقدة الثانية، تمام؟ وكل عقدة تحتوي على items، تحتوي على بيانات. هاي العقدة هسه تصورنا إنه كل عقدة تحتوي على مؤشر يأشر لي على العقدة next node، وبينما كذلك نفس العقدة تحتوي على بيانات. كل عقدة تحتوي على بيانات. linked list is the second most used data structure after array. طبعا linked list هو شائع الاستخدام، ولكن بالمرتبة الثانية بعد استخدام ال array. هنالك بعض الترم اللي يكون مهمة حتى نفهم الكونسيبت، مفهوم ال linked list. اللينك each link of linked list can store a data called item element أو item، تمام؟ اللينك، كل لينك في linked list يستطيع شنو؟ عملية store، حفظ البيانات، وهذه البيانات نطلق عليها element. next كل لينك من linked list تحتوي على next أو link حتى يربطني بالنيكست لينك، يطلق عليه النيكست. اذا هذا النيكست شنو هو؟ هذا النيكست من خلاله تصير عمليه ارتباط بين النود الحاليه والنود اللي بعدها التاليه، تمام؟ اللي يسموها النيكست لينك. اللينكد ليست contain the connection link to the first link called first، تمام؟ عندنا اول لينك او اول نود يطلق عليه الفيرست، هاي متفقين عليه. عمليه الريبرزنتيشن، عمليه التمثيل هسه هذه الصوره امامكم، هي توضح لي اللينكد ليست، توضح لي اللينكد ليست ان النود، هذا النود الاول شلون اعرفه انه الهيدر مأشر عليه؟ الهيدر أو الهيد إذا أشر لي على نود معين فهذا يعتبر هو first node، هذا هو first node. طبعا هذا النود منين متكون، أو كل نود منين متكون؟ متكون من الداتا ايتم ومتكون من النيكست، تمام؟ الداتا ايتم هنا نخزن بها البيانات، بينما هذا النيكست هذا مؤشر يأشر لي على النيكست نود اللي هي وكذلك النيكست نود، هذه النود تأشر لي على النيكست نود، هذه النود الأخيرة يسموها لاست نود، هذا فيرست نود. اللاست نود تأشر لي على النول، إذا أشرت لي على النول تعتبر هذه لاست نود. لو نلاحظ أنه هذا النوع من اللينكد ليست يمشي، يعني يسير باتجاه واحد، إذا هذا النوع هو سمبل لينكد ليست. سمبل لينكد ليست يمشي باتجاه واحد لحد ما نوصل للنهاية اللي هذه هي اللاست نود. هاي عملية التوضيحات، أنا شرحت بنفسي. أنواع اللينكد ليست، سمبل لينكد ليست إنه هو عملية يصير بالايتم نافيجيشن ان فورد اونلي، يعني شنو؟ عملية الاجتياز راح تكون فورد باتجاه واحد، باتجاه الأمام. أما الدبل لينكد ليست لا، الايتم يمكن يكون فورد وكذلك باكورد، فورد وباكورد كذلك، يعني نقدر نقول انه هو امامي يسير باتجاه الامام ويقدر يسير باتجاه الخلف. السيركل لينكد ليست هذا شنو معناه؟ معناه انه
اللاست ايتم يمكنه الارتباط مع الفيرست ايليمنت، يعني اللاست ايتم يرتبط بالفيرست ايليمنت، يعني اخير عنصر نقدر نربطه باول عنصر، وكذلك اول عنصر نقدر نربطه باخر عنصر. هذا هو النوع السيركولار لينكد ليست. هناك بعض البيسك اوبريشنز، البيسك اوبريشن بالنسبه للينكد ليست اللي هي عمليه الاضافه، اضافه element الى بدايه الليسته، تمام، وعمليه الحذف الى بدايه الليسته او الى نهايه الليسته او الى وسط الليسته، هذه عمليه الاضافه. عمليه الحذف كذلك حذف عنصر من بدايه من بدايه الليست قائمه، كذلك هناك عمليه ديليت ايضا حذف عنصر ولكن وين؟ في موقع معين، هذا حسب الجيفن كي، حسب الكي المعطى، حسب الشرط المعطى، تمام. عمليه الديسبلاي عمليه عرض الكومبليت ليست، يعني عمليه عرض الليسته بكاملها. عمليه السيرش هنا نبحث عن element معين باستخدام الجيفن كي، باستخدام شرط معين او كي معين. هاي العمليات الموجوده على الليست. الانسيرشن اوبريشن، هنا عمليه الانسيرشن اوبريشن بالاضافه، لازم بالبدايه حتى نضيف نيو نود باللينكد ليست نحتاج اكثر مور ذان ون ستيب اكتيفيتي، يعني عمليه الاكتيفيتي هنا راح تصير مو ستيب وحده، اكثر من ستيب، اكثر من خطوه. بالبدايه لازم نتعلم الدايجرام، هذا الدايجرام، تمام. بالبدايه نسوي كرييت للنود الجديده باستخدام سيم ستراكشر، احنا مو سوينا هذا النود وهذا النود ستراكشر، اذا هذا النود الجديد من اخلقه اسوي له كرييت، اخلقه بسيم ستراكشر، بنفس الستراكشر اللي خلقت به ذني، تمام. بعدين شو اسوي؟ عمليه بحث فين ذا لوكيشن، عمليه بحث عن الموقع اللي اريد اضيف به هذه النيو نود، وين اريد اضيف هذا النيو نود حتى اسوي عمليه اضافه. هسه هذا الدايجرام هنا يوضح لي وين اريد اضيف النود، النيو نود، اريد اضيف النيو نود ما بين الفيرست نود ما بين اللاست نود. نقدر نعطيهن تسميه مثل ما مكتوب هنا. هنا هذا النود يطلق عليه مثلا ليفت نود، هذا على اليسار ليفت نود يطلق عليه اي، تمام. اللاست نود او الرايت نود يطلق عليه سي، هذا النيو نود نطلق عليه بي. هسه هنا imagine that we are inserting a node B new node، هنا عملية النيو نود between A اللي هاي left node و C right node، زين نسوي عملية البوينت، عملية وضع النيو نود، يعني هنا أنا راح يصير عملية النيو نود هذا next مالتها يأشر على ال C، هذا النكست يأشر على C، يصير عملية تأشير من A لC، تمام. هاي بالنسبة للنيو نود، يعني يصير عملية تأشير نا، هذا يأشر هنا، تمام. هاي بالنسبة للنيو نود، أوكي. بعد ذلك هذا النود الليفت اللي هو الـ A ما يأشر لي على اللاست، وين يأشر؟ يأشر لي على النيو نود الجديدة. وهاي الحالة هسه صارت عملية الإضافة. عملية الارتباط هذه شلون تتم بالسي بلس بلس؟ شلون تتم؟ نقول نيو نود، نيو هسه نجي لهذه نيو نود، نود نيو نود، هذه عملية يعني نود تأشير راح يأشر لي، أو هنا أنا كاتبها مثلا، هنا أنا كاتبها هنا أنا كاتبها إيش قاعد هنا كاتب نيو نود دوت نيكست، هذا النيكست، تمام. يؤشر هذه عملية تأشير يؤشر لي على الرايت نود، رايت نود اللي هي هاي الرايت نود اللي هي سي، تمام. هذه النود الليفت راح نقول ليفت نود
dot next يؤشر لي على من؟ يؤشر لي على new node. سلو ما موجود هنا. سلو ما هو موجود هنا. ما هو موجود هنا لاحظ امسح هذه تمام. هسه تلاحظ هنا صارت عملية ارتباط الثاني صارت عملية ارتباط هذه الليفت نود هنا لاحظ الليفت نود دوت نيكست يأشر لي على من؟ على النيو نود. فهنا تمت عملية الإضافة تمت عملية الإضافة. انضاف هذا النيو نود العنصر الجديد اللي هو بي سميناه ما بين الـ A والـ C. هاي عملية الإضافة. هنا يقول لك similar steps should be taken if the node is being inserted at the beginning of the list. نفس الاستبات تكون مشابهة إذا صرنا إذا نريد نضيف العنصر أول عنصر. نفس الخطوات سويناها. الهدر يأشر على هذا النود الجديد والنود الجديد النكست مالته يأشر لي على النود الفيرست نود. هذا كان فيرست نود تمام. بينما عملية الإضافة بالنهاية the end. عملية الإضافة بالنهاية إذا نريد نضيف هنا بالنهاية شلون راح تصير العملية؟ راح انه اللاست نود هذه النود الاخيره هذه النود الاخيره مثلا نريد نضيف عنصر هنا نود جديد تمام. فهذا النود الاخير شو ياشر؟ ياشر لي على الجديده. اول شيء الجديده تاشر لي على النود حتى تكون هي اللاست واللاست نود السابق تمام ياشر لي على من؟ ياشر لي على هذه الجديده. فهنا الحكي يقول the second last node of the list should point to the new node. يعني راح يأشر لي point to new node يأشر لي على new جديدة. And the new node will point there to null. يعني new node هنا will point to null والnew node يأشر لي على null. إذا بهذه الحالة راح يصير عملية إضافة إلى النهاية. إضافة إلى النهاية. نتحول الآن إلى عملية الديليت delete operation. طبعاً عملية الديليت أيضاً تتضمن more than one step process أكثر من عملية أكثر من process أكثر من عملية. فبالبداية نحدد نسوي locate المن للتارجت نود. هنا نقصد بالتارجت نود يعني النود اللي هي تكون هدف لعملية الحذف. يعني أنا أريد هذه النود حذف أسوي لها حذف to be removed. طبعا بالبدايه اسوي عمليه سيرش عليها فصير by using search algorithms حتى ابحث عن هذه النود في الليسته في القائمه لازم اسوي عمليه سيرش لهذه النود. فانا اريد نود معينه فمثلا من سويت سيرش اريد هذه النود اللي هي اطلقت عليها اسم target node. هذه النود اطلقت عليها اسم target node. هنا الخطوات اللي بالبداية تكون تتم تقول لك the first the left the previous node the left اللي هي هذه السابقة اللي هي قبلها هذه يعني قبل ال target node هذه left نقصد بها the left node of the target node now should point to the next node of the target node. يعني شنو؟ يعني هذه النود لازم تسوي عملية point يعني تأشر على من؟ تؤشر على next node of the target node. هذا التارجت يا هو next مالته هذه. فهذه لازم تأشر على next مال target اللي هي هذه النود اللي هي last node تمام؟ فهذا النود يأشر لي على أخير نود. هذا النود يأشر لي على أخير نود. هسه نسوي مثلا هذا النود يأشر لي على أخير نود تمام يأشر لي على أخير نود. بهاي الحالة خلصنا من عملية البوينتينج صارت بين الليفت
وبالنسبة للنيكست اللي هي على التارجت نود. هنا هذه العملية شلون تتم كتابتها برمجية. فتقول left node dot next، هذه تؤشر على target node dot next، تؤشر لي على target node dot next. هذا target node يؤشر لي على target node dot next. تمام. هسه نتحول الى هذه الرسمه بعد ما سوينا عمليه بوينت بالنسبه للليفت نوت الى تارجت نوت دوت نيكست اشرنا عليها. تمام. This wall remove the link that was pointing to the target node. هسه لازم نحذف هذا المؤشر لازم نحذفه من التارجت نوت. Now using the following code we will remove what the target node is pointing at. فهنا التارجت نود دوت نيكست، هنا هذا النيكست مالته راح يكون يؤشر على النول، يؤشر على النول، هذا يؤشر على النول. من يؤشر على النول اذا هو خرج منين؟ خرج من الليسته. اشر لي على النول الى الفراغ، خرج من الليسته. هاي عملية الحذف. تمام. طبعا هذا التارجت نود راح يتم كيب حفظه وين بالميموري؟ يتم حفظه بالميموري. تمام. تلاحظون هنا هاي الصورة بعد الحذف نهائيا، انه هذا الليفت نود اشر لي على اللاست نود، تمت عملية الحذف بالنسبة للنود. هذه هي عملية الحذف. Reverse operation، عملية reverse operation. هذه العملية هي تتضمن شنو؟ تتضمن مثلا شنو هذه العملية؟ هذه العملية هي نشرحها بصورة مبسطة، هي عملية عكس الليستة، قلب الليستة، نقلب الليستة. يعني شلون؟ يعني أول عنصر يصير آخر عنصر، وأخير عنصر يصير أول عنصر، وهكذا. تمام؟ فإحنا حتى نسوي هذه العملية، هذه العملية لازم الـ last node pointed by the head node. يعني هذا الـ last لازم يأشر لي على الـ head، أو الـ head يأشر لي على الـ last. تمام؟ حتى تصير عملية reverse لـ the whole linked list، للـ linked list بالكامل. بالبداية نسوي عملية traverse to the end of the list. يعني شنو؟ يعني نسوي عملية تتبع أو تنقل حتى نوصل المن، نوصل لل end of the list. هذا ال end of the list. هسه هنا نجي على هذا الرسم، نسوي عملية تنقل نوصل إلى من؟ إذا end of the list. فهذا ال end of the list شلون نعرفه end؟ هو لازم يكون مؤشر على النول. إذا أشر على النول النكست مالته، البوينتر مالته مؤشر على النول. إذا مؤشر على النول معناها إنه هذا هو اللاست نود. تمام، عرفنا هسه اللاست نود. هسه من سوينا التنقل وصلنا لللاست نود. هذا اللاست نود لازم يأشر على من؟ يأشر على البيرفيوز نود، يأشر على النود السابقة. هذا النود السابق. فهو يسوي عملية هنا البوينتينج المن للبيرفيوز نوت. تمام. We have to make sure that the last node is not the lost node. So we all have some term node which looking list the head node pointing the last node. Now we shall make all left side nodes point to their various nodes one by one. يعني شنو معنى، شنو قصد هذا؟ هنا نقصد به انه كل شيء موجود على اليسرى من النودات راح يأشر لي على من؟ يأشر لي على السابقة. يعني مثلا هذا النود يأشر على السابق،
وهذا النود يأشر على السابق. إذا كانت السلسلة متكونة من مثلا 6 نودات، السادس يأشر على الخامس، والخامس على الرابع، والرابع على وهكذا وهكذا. تمام، من سوينا هذه التأشيرة وكملنا، مثلا هسه هذا النود أشر لي على القبله، وهذا النود، هذا النود الأول، من نوصل للنود الأول، النود الأول يأشر لي على النول. ليش؟ حتى يصير هو آخر نود، حتى يصير هو آخر نود. إحنا قلنا مثلا عندنا 6 نودات، 6 نودات، قلنا الأخير يأشر على القبله، والخامس يأشر على القبله، والرابع يأشر على القبلة، والثالث يأشر على القبلة، والثاني يأشر على القبلة. طيب الأول شو يسوي؟ يفك ارتباطه بالثاني، يفك ارتباطه بالنود الثاني، تمام، ويأشر لي على من؟ يأشر لي على النود، حتى يكون هو آخر عنصر. بهذه الحالة صارت عملية العكس، صارت عملية العكس، إنه الأول لآخر صار أول، والأول صار آخر. بهذه الحالة هسه ما تمت العملية، هنا لازم الهيدر يأشر لي على، أو الهيد يأشر لي على أول عنصر. إذا نفك ارتباط الهيد بمن؟ بالفيرست، هذا الهيد فك ارتباطه بالفيرست، ويتم ارتباطه بمن؟ يتم ارتباطه باللاست نود، يتم ارتباطه باللاست نود. بهاي الحالة احنا تمت عملية شنو؟ تمت عملية الريفيرس، تمت عملية عكس اللينكد ليست، عكس اللينكد ليست. وهذه هي الصورة الأخيرة، تلاحظ هنا هذا النود كان هو لاست، صار فيرست، من أشر عليه الهيد، والنيكست مالته سوى عملية بويتينج المن للبيرفيوز نود اللي هو القبلة. فالفيرست نود هنا صار لاست نود، أشر لي على النود. هذا يعني هذه هي عملية، تمت عملية ريفيرس، تمت عملية الريفيرس لينكد ليست، عملية العكس الليستة، عكس القائمة مثل ما وضحت سابقا. لهنا انتهت محاضرتنا، فتقبل تحياتي، في أمان الله.